هنا الواقع وهناك الميتافيرس، الحلم الأكبر لشركة ميتا ومبرمجي العالم الافتراضي الذي أمضى عامه الأول في جهود لإقناع العالم الحقيقي بعالم بعوالم أخرى يقوم على بعد التخيل واللامحسوس. عام تحدث فيه مارك زوكربيرغ عن حكاية عالم جديد كل ما فيه رمزي، وبالقول إن ميتافيرس هو مستقبل الإنترنت. هذا المستقبل الذي يراه مارك ليس بعيدا جدا. يتحمل مارك زوكربيرغ خسائر مشروعه. 9 أشهر في عالم ميتافيرس كانت كافية لخسارة الشاب الثري لأكثر من نصف ثروته في سبيل تحدي نجاح ميتا. لكن الأمر كان أصعب مما تخيل مارك، حيث تجد ميتافيرس صعوبة في إقناع المستخدمين بجدوى نشاطها رغم الوعود الكثيرة بالإيرادات المالية وتحسينات الصورة الرمزية. كم كلف ميتافيرس العالم منه ومن استثمر فيه حتى الآن؟ لميس إبراهيم معها مزيد من التفاصيل. ب10 مليارات دولار استثمرت مجموعة ميتا قبل عام في عالم الميتافيرس لأجل أن تدعم هذه التقنية التي تعتبرها مستقبل الإنترنت. توظف شركة ميتا بقيادة مارك زوكربيرغ حالياً نحو 10,000 شخص في مشروع الميتافيرس، وخلال عام من الإطلاق أنفق المستهلكون أكثر من 1.5 مليار دولار على المنصة الجديدة. أما بالنسبة للمنتجات المتاحة على ميتافيرس فقد تخطى ثلثها، عتبة $1 مليون من المبيعات. وتبدو أن المنافسة على ميتافيرس لن تكون سهلة، فشركات عملاقة غير ميتا مثل أمازون، أبل وجوجل ومايكروسوفت يبدون اهتماما كبيرا في عالم ميتافيرس. وتقدر شركة ماكنزي للاستثمارات الإدارية حجم الاستثمارات المرتبطة بالميتافيرس خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 بنحو $220 مليار. سألنا الناس في الأردن بكل بساطة ما هو الميتافيرس؟ نستمع سويا للإجابات. الميتافيرس هو يعني زي عالم افتراضي، بتقدر تشوف حالك أشياء قدامك زي كأنها قدامك بالضبط، لكن هي من واقع الخيال. الميتافيرس يعني هو الأشياء الافتراضية، يعني هي اللي هي اللي يعني الأشياء اللي ما بتقبلها العقل للوهلة الأولى. الميتافيرس هو عالم افتراضي في الفيسبوك موجود، اختراع شركة فيسبوك أن تلبس نظارات وتدخل عالم افتراضي مو موجود على الواقع. الميتافيرس هو عالم افتراضي نفس اللي بنسمع فيه نظارات الفي ار الفيجوال رياليتي، اللي هو بنشوف من خلاله محاكاة للعالم، ممكن نسوي منه اي شيء. هو مستقبل، يعني هو شيء بيكون كثير كثير مطلوب عليه وعلى طلب كثير حاليا. هو ال 3D زي التلفزيونات اللي نزلت حديثه، ال 3D بتبعد وبتقرب بس هاي. على كل ينضم إلينا من الرياض عبد الله السبع المختص في الأخبار التقنية. عبد الله أهلا بك اليوم ودوم، يسعد صباحك. الله يخليكم، صباح الخير عليكم جميعا. طيب عبد الله، بعد عام على الميتافيرس هل يمكن القول إن هذا العالم كان محاولة إقناع فاشلة أم من المبكر الحديث عن ذلك؟ طبعا من الصعب أن نتكلم إنه هل هذا العالم هو عالم فاشل أو غير ناجح حتى الآن عند المستخدمين، لكن لازم نعرف أن هذه التقنيات في بدايتها وصعب أنك تقنع الناس فيها، لكن لكم أن تتخيلون حتى موظفين فيسبوك غير مقتنعين في هذا المشروع. طلعت تقارير قبل فترة تتكلم أن حتى الفيسبوك قاعد تعاني أن الموظفين ما قاعد يقضون وقت طويل على العالم الميتافيرس ولا قاعد يستخدمون المنصة بشكل جدا كبير، وقاعد تواجه مشاكل كبيرة فيهم. لذلك الفيسبوك حاليا بدل لا تقنع المستخدمين حتى الآن لم تستطع إقناع موظفيها لقضاء وقت أطول على عالم الميتافيرس. طبعًا هذه طيب شيء ما هو يا أستاذ عبد الله. يا عبد الله، إذا العقول التقنية لا تستوعب ما هو الميتافيرس، كيف على البشر والناس العاديين أن يفهموا ما هو الميتافيرس؟ ربما أنه مصطلح لم يدخل القاموس بعد، لكن إذا أردت أنت شخصيًا أن تبسط للعالم وتقول لهم الآن بعد عام من سماع كلمة ميتافيرس ما هو الميتافيرس؟ عالم الميتافيرس هو عالم افتراضي يساعدك في قضاء أعمالك بشكل أسهل، يساعدك في قضاء يومك بشكل أسهل، لكن لازالت الشركات تواجه مشاكل مع هذا العالم إن المستخدم لا يستطيع قضاء وقت طويل فيه. أغلب المستخدمين حالياً يشتكون من مشكلة مشاكل الغثيان ومشاكل الصداع بعد دخول هذا العالم، لأن الشخص ما يقدر يقضي وقت طويل جداً في هذا العالم، فيعاني من مشاكل كبيرة بعد انتهاء من هذا الموضوع. فكل الشركات حالياً قاعد تحاول أن تجد حلول تحل من مشكلة الصداع والغثيان اللي يعاني منها المستخدمين بعد قضاء وقت طويل في هذا العالم.
لذلك أغلب الشركات حالياً قاعد تحاول توجد حلول لتقليل مثل هذه المشاكل. فمثلاً شركة أبل حتى الآن ما تكلمت عن نظارة الواقع الافتراضي بسبب أنها لم تجد حتى الآن حلول لهذا العالم. مايكروسوفت، فيسبوك وغيرها من الشركات أطلقت النظارات لكن حتى الآن ما هي متاحة بشكل كامل للمستخدمين. طيب لأنها لا زالت تجريبية. ميتا نفسها أجرت استبيان، والمثير فيه أن الملايين ممن شاركوا في هذا الاستبيان لا يعرفون هذا العالم بعد عام من إطلاقه. هل المشكلة هو تقصير في الشركة بالتعريف به، أم أن الناس حتى الآن يفضلون الواقع أكثر من العالم الافتراضي؟ لا زال العالم يفضلون الواقع أكثر من الواقع الافتراضي، فلذلك قاعد تعاني الشركة من مشاكل كبيرة، لكن حسب التوقعات أن هذا هو المستقبل. لذلك الشركات حاليا قاعد تحاول تستثمر مبالغ جدا كبيرة في الواقع الافتراضي لأنه قد يكون هو المستقبل. لكن أنا من وجهة نظري الواقع الافتراضي اللي نشوفه حاليا هو مجرد بداية لشيء مختلف تماما قد احنا نتقبله ونبدا نتعايش معه ونبدا نستخدمه في مجالات التعليم والطب وغيرها. لكن الشركات يجب عليها انها تستثمر حتى يعرف الانسان ما هو المستقبل. ترى زي ما صار في منصات التواصل الاجتماعي، ترى بدات بشكل مختلف تماما في السابق وتغيرت بشكل جدا كبير حتى وصلت للشيء اللي احنا نعرفه حاليا. عبد الله انا رح اسالك هالسؤال وبدنا نسيف هاي المقابله ونتقابل هيك بعد سنوات. هل برايك ميتافيرس هو طفره في وسائل التواصل الاجتماعي ام انه مستقبل التواصل الاجتماعي لنا جميعا؟ الميتافيرس راح يكون مستقبل لشغلات كثيره جدا في حياتنا، لكن يجب على الشركات ان تكتشف الطريقه الصحيحه لهذا العالم. لن يكون العالم هو حسب ما نعرفه حتى الآن، راح يكون شيء مختلف بشكل كامل خلال السنوات المقبلة. شكرا جزيلا لك من الرياض عبد الله السبع المختص في أخبار التقنية. شكرا دائما عبد الله.